الرئيس السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لأعمال التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق ويشدد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية. مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية لسرعة الفصل في القضايا وإنهاء تكدسها أمام المحاكم. وزارة الإسكان تنفيذ 1,000,000 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، وحجم مخصصات التمويل العقاري 70 مليار جنيه. وزير الخارجية الروسي يطالب بإعادة تشكيل مجلس الأمن الدولي لتحقيق التوازن بين القوى العالمية.